جورجيا روسيا بمحاولة تغيير الحدود التي تفصل جورجيا عن إقليم أوسيتيا الجنوبية، وذلك عن طريق ضم المزيد من الأراضي الجورجية إلى الإقليم. وفي ذكرى مرور عام على حرب جورجيا مع روسيا التي تساند حكومة أوسيتيا الجنوبية، قال الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي إن بلاده تعلم أنها لا تستطيع استعادة مناطقها المتمردة عسكريا، لكنها تخشى من أن تكون لدى موسكو مخططات أخرى بالنسبة لتبليسي. الاتحاد السوفيتي يدمر الآن في جورجيا، وأعتقد أننا نتعامل جيدا مع بقاياه رغم وجود القوات التي ورثت الاتحاد السوفيتي على أراضينا، ولكن بشكل عام تخلص المجتمع من فكرة شرعية الاتحاد السوفيتي، وهذا هو ما يهم الآن.